الحمد لله رب العالمين يا رب ارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا استر عوراتنا امن روعاتنا لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة اوردنا حوض نبينا واحشرنا تحت لواء حبيبنا اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها ابدا اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك يا رب يا رب واشهد ان لا اله الا الله لما حضرت عمر بن عبد العزيز وفاته قال لزوجته فاطمة بنت عبد الملك يا فاطمة اخرجي عني هذه الساعة فاني ارى رجالا يدخلون علي الان لم ارهم من قبل قالت فاطمة فخرجت ولكن نفسي لم تطاوعني ان افارقه وقت الوفاة فوقفت على الباب فسمعته يرد السلام ويقول وعليكم السلام ورحمة الله يا آدم وعليكم السلام ورحمة الله يا صفي الله نوحا وعليكم السلام ورحمة الله يا خليل الرحمن إبراهيم وعليكم السلام ورحمة الله يا كليم الله موسى وعليكم السلام ورحمة الله يا كلمة الله عيسى وعليكم السلام ورحمة الله يا سيدي يا رسول الله محمد الله الله لا إله إلا الله وعليكم السلام ورحمة الله يا سيدي يا رسول الله قالت فاطمة ثم أنصت قليلا وقال وعليكم السلام ورحمة الله وجوه قوم ليسوا بإنس ولا جان فعلمت ان ملائكة الموت قد حضرت فدخلت عليه لأحول وجهه الى القبلة فرأيته قد حول وجهه الى القبلة بنفسه ثم سمعته يتلو قوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويتلو قوله تعالى ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ثم يتلو قوله تعالى ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند
مليك مقتدر. الله لله برك لله برك ابن عبد العزيز. يا من كنت تخاف من الله تعالى خوف من يعتقد ان النار لم تخلق الا له وحده. الهي الهي انت الذي تحب الكثير وتجبر القلب الكثير. الهي الهي يا رب انت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الذنوب وتقول هل من تائب مستغفر او سائل اقضي له الحاجات. سبحانك سبحانك شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك اهل الارض. ولمحة من غضبك تزهق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا. سبحانك سبحانك قطرة من فيض جودك تملأ العبقرية ونظرة بعين رضاك تجعلك فعالية. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله قال له رجل يا رسول الله اني على سفر فادعو الله لي. فقال له مبعوث العناية الالهية زورتك الله التقوى. قال الرجل سجني يا رسول الله. قال الحبيب وغفر ذنبك. قال الرجل سجني يا رسول الله. قال شمس العناية. قال مبعوث الهداية. ويسر لك الخير حيث كنت. زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث كنت. سيدي سيدي يا ابا القاسم سيدي يا ابا القاسم يا كلام بصري يا ذهاب همي يا طب القلوب يا دواها يا عافية الابدان يا شفاءها يا نور الابصار يا ضياءها يا روح الارواح يا من رايت الله. اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. صلى عليك الله يا سيدي يا صفوة خلق الله
وما ناحت على الأيك الحمائل. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، السفر قسمان، سفر طاعة وسفر معصية، فما بيان ذلك؟ أيها الإخوة الأماجد، مع الدرس التاسع والثمانين والمئتين أنتقل بحضراتكم إلى أستاذنا ومرشدنا وقائدنا وحبيبنا وعظيمنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا ليشرح لنا القضية. وما أجمل الرسول إذا تحدث، وما أبلغ الحبيب إذا تكلم، وما أروع المصطفى إذا بين. ماذا يقول الحبيب عن الأسرى؟ يقول وهو الصادق الامين: ما من خارج يخرج من بيته الا وجد به رايتان، رايه بيد ملك ورايه بيد شيطان، فان خرج لما يرضي الله ورسوله تبعه الملك برايته حتى يعود الى بيته، وان خرج لما يغضب الله ورسوله تبعه الشيطان برايته حتى يعود الى بيته. السفر قسمان: سفر طاعة وسفر معصية. سفر الطاعة كأن تسافر إلى بيت الله الحرام أو زيارة روضة الحبيب عليه الصلاة والسلام. وكأن تسافر لتصل أرحامه. فالرحم معلقة بالعرش تنادي وتقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. والملائكة لا تقرب رفقة فيهم احد ثلاثة. الملائكة لا تقرب جماعة من الناس إذا وجد فيهم واحد من ثلاثة: إذا وجد فيهم قاطع رحم فالملائكة لا تقرب هذه الجماعة، وإذا وجد فيهم مدمن خمر فالملائكة لا تقرب هذه الجماعة، وإذا وجد فيهم جنب لم يغتسل من الجنابة فالملائكة لا تقرب هذه الجماعة. قاطع الرحم ومدمن الخمر والجنب الذي لم يتطهر من الجنابة، الملائكة لا تدخل بيوته، انما الشياطين هي التي تعشش في البيوت. وما ادراك اذا ما عششت الشياطين في البيوت؟ لا بركة في رزق، ولا بركة في ولد، ولا بركة في زوجة، ولا بركة في مال. فإذا خرجت لتصل أرحامك فإن الملك وراءك برايته حتى يعيدك إلى بيتك. إذا خرجت لتصلح بين اثنين
فإن الحبيب محمدا يقول: ألا أدلكم على ما هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة والحج؟ قلنا: فلا يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح الصلة بين الناس، فإن قطيعة ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. فإذا كان الإصلاح بين رجل وزوجته، فاسمع معي إلى هذا النص الكريم: من مشى في تزويج رجل من امرأة كان له بكل خطوة خطاها وكلمة قالها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. عبادة السنة قام ليلها وصام نهارها. اذا اصبحت بين رجل وزوجته، او سعيت في تزويج رجل من امرأة، تذهب فورا الى بنك الرحمن جل جلاله، تجد رئيس مجلس إدارة البنك هناك سيدنا محمدا. أين ابن الصرف الذي معه؟ إن فروع البنك هناك مليئة بالخيرات. تقول له: مشيت في تزويج رجل بامرأة. يقول لك الحبيب: لك بكل خطوة خطرتها وكلمة قلتها في سبيل ذلك عبادة سنة قمت ليلها وصمت نهارها. فما بال العلاقات بين المسلمين، واقول المسلمين بالذات، ما بال العلاقات قد اهتزت، وما بال البنيان قد تصدع، وما بال السقف قد خر علينا من فوقنا، ما بال القلوب تناثرت، وما بال الصلات تقطعت. واصحاب الملل الاخرى، اصحاب الملل والنحل الاخرى، يجتمعون ويتصاورون ويتوادون ويتقابلون، بينما رب العزة ينادي علينا أمة محمد ويقول: وجبت محبتي، وجبت محبتي للمتزاورين فيا، المتجالسين فيا، المتحابين فيا، المتباسلين فيا. اليوم اظلهم بظلي يوم لا ظل الا ظلي، يوم لا ظل الا ظلي. اذا خرج الانسان من بيته ليغضب الله، ليغضب الله، ليذهب الى شارع الهرم، ليذهب الى احدى الخمارات ليسرق، ليغصب، لينهب، ليقتل. اذا خرج انه شرا تبعه الشيطان برايته حتى يعيده الى بيته. سيدي يا رسول الله،
قبل سفرنا؟ ماذا يترك المسافر يحميه قبل سفره؟ اسمع الى قول مرشدنا العظيم صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: ما خلف المؤمن ليحميه في بيته قبل سفره خيرا من ركعتين يركعهما قبل ان يذهب. ركعتان تصليهما قبل سفرك عبارة عن وثيقة تأمين في بنك الرحمن جل جلاله، ليحفظ الله اهلك، ويحفظ الله ولدك، ويحفظ الله عرضك، ويحفظ الله مالك. هذه سنن المصطفى. ركعتان يركعهما المؤمن قبل سفره تكونان بمثابة اذن تأمين في بنك من لا يغفل ولا ينام. ولذلك لما حضرت محمد بن كعب القرظي الوفاة وكان من اغنى رجالات المسلمين، قالوا له: يا ابن كعب، ماذا تركت لولدك من المال؟ فقال رضي الله عنه: ادخرت مالي لنفسي عند ربي، وادخرت ربي لأولادي. ادخرت ربي لأولادي. 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 معشر الاخوة الاعزاء، فماذا يقول المؤمن لاهله اذا اراد ان يودعهم؟ ماذا يقول؟ رفار؟ لا. بالصرار؟ لا. بالشور؟ بيطاي؟ بطور مني؟ اوكي. كل هذه في الاسلام عملة زائفة لا يتعامل بها الله ولا رسوله. ولا رسوله. يا من استوردتم البضاجع المزجاة الكاسدة ونسيتم هدي نبيكم. ليس في الاسلام عرفوار ولا بنشور ولا بنصوار. فبنشر الله من قال بنشور، وبنصر الله من قال بنصوار، ورفض الله من قال اورفوار. اذا فماذا في الاسلام؟ في الاسلام تحيه اذا قلتها اعطاك الله بها 30 حسنه. اتدري ما هي؟ انها التحيه التي حي الله بها رسوله: السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه التحية اذا القيتها على اخيك المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اعطاك الله بكلمة السلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله 10 حسنات، ولك وبركاته 10 حسنات، فمجموع الحسنات على التحية 30 حسنة. إذا قلتها
ذهبت إلى بنك الرحمن جل جلاله ليصرف لك الحبيب محمد شيك الحسنات، أما إذا قلت له يا رسول الله لقد قلت رفوار باي باي بونجور، قال لك هذا شيك بغير رصيد فاذهب مأسوفا على شبابك. وتحية السلام بين الناس اصبحت غريبة، تحية الموظفين صباحا صباح الخير، وصباح الخير ليست تحية الاسلام، تحية الناس مساء مساء الخير. وعلي بن ابي طالب يشكوه عمر بن الخطاب الى رسول الله، لماذا عمر يشكو عليا الى استاذنا العظيم ويقول يا رسول الله ان عليا اذا مر بي لا يقرئني السلام الا اذا بدأته انا بالسلام، فاستدعي النبي صلوات الله وسلامه عليه علي بن ابي طالب ويساله في واحد، لماذا لا تلقي السلام على عمر يا علي؟ في واحد يا رسول الله لا ابدأ عمر بالسلام لانني سمعتك تقول من بدا اخاه بالسلام بدا الله له قصرا في الجنه، فاردت ان يختاري عمر فياخذ ذلك القصر في الجنه. ما هذا ما هذا ما هذا ما هذا يا ابن ابي طالب؟ ما هذا يا ربيع بيت النبوة؟ ما هذا يا من ترعرعت ونشأت في حجر المصطفى؟ ما هذا يا من تغفيت بلبان النبوة؟ ما هذا يا أبا الحسن والحسين؟ ما هذا يا من قال فيك الحبيب؟ يا علي ابشر بثلاثة امور اعطاكها الله لم يعطها احد غيره. تزوجت فاطمة وفاطمة سيدة نساء الجنة، ورزقت الحسن والحسين وهما سيدا شباب اهل الجنة، وصاحرت محمدا وهو افضل الاولين والاخرين. ما هذا ما هذا؟ لماذا لا تبدأ اخاك عمر بالسلام يا علي ابن ابي طالب؟ لماذا؟ اهذا كبر في صدرك؟ معاذ الله، معاذ الله ان يكون ابو الحسن كمالك، وهو الذي قال عنه عمر ايام خلافته الفاروقية قال لولا علي لهلك عمر، وقال لا تقال الله في ارض لست بها يا ابا الحسن. لماذا لا تبدأ اخاك عمر بالسلام يا علي يا رسول الله؟ لانني سمعتك تقول من بدا اخاه بالسلام بنى الله له قصرا في الجنه، فاردت ان يبداني عمر فاخذ ذلك القصر في الجنه. اي رجال كانوا اي رجال كانوا؟ تعال ابن ابي طالب، تعال لتعيش معنا عصر الاكتئاب الطاحنة. تعال ابن ابي طالب،
الفارق اللي ترى القلوب قد تناصرت، لترى النفاق قد نما وترعرع، لترى الصلب قد شاح وعم العبوط حول النقاح. تعالى تعالى يا نزيه اليدين، يا نقيق اللسان والعينين، يا فاخر القدرات والصرخات والخطرات واليسرار والاحزان. تعالى ابن ابي طالب لترى الحكم، حكم المسلمين قد فشل ونخر السلط في عظامه. تعالى تعالى يا من دخلت ذات يوم على عمر وهو الخليفة، فسألك عمر وقال لك فيما جئتنا يا علي، أجئتنا في أمر يخصك أنت أم يعم شأن المسلمين؟ فقلت له ولم تسأل هذا السؤال يا عمر؟ فقال لك إن كنت جئتنا في أمر يعم المسلمين تركت الشمعة مضيئة، فإن كنت جئتنا في أمر يخصك أنت أقطعت الشمعة حتى لا نستعمل مال المسلمين في غير مصالحهم. تعالى تعالى لترى مال المسلمين، تعالى لترى بنوك اليهود تغص بأموال المسلمين، تعالى لترى المسلمين يركبون بين احباب الغاليات هناك في لندن وفي باريس وفي الولايات المتحدة، تعالى لترى اموال المسلمين في بنوك اليهود، تعالى لترى اليهود وقد ارتفعت اصواتهم على صوت المسلمين. يا امير المؤمنين يا علي يا علي، يا من قال فيك، يا من قال فيك وصفوك، كان والله بعيد المدى شديد القوى. يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر الحلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وقهرتها ويستأنس بالليل ووحشته. كان والله غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب قفصه ويخاطب نفسه، يحجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشل. كان فينا كاحدنا يجيبنا اذا سارنا وينبئنا اذا استنبأنا، ونحن مع تقريبه ايانا وقربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته ولا نخاطبه لعظمته. يعظم اهل الدين ويحب المساكين، لا يسمع القوي في باطله ولا يياس الضعيف من عدله. واشهد لقد رايته في بعض مواقفه وقد ارخى الليل صدوره وغارت نجومه متمثلا في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ الحزين ويبكي بكاء اليتيم ويقول يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، ألي أفعل رزقي أم إلي تسوقتي؟ هيهات هيهات
ثلاث لا رجعة فيها. فعمرك قصير وخطرك حقير. عمرك قصير يا دنيا وخطرك حقير يا دنيا. أرض من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. لما سمع ذلك الكلام من ضرار الصدائي معاوية بن ابي سفيان قال لضرار: فكيف حسنك على علي يا ضرار؟ قال: حسني على علي كحسن الام التي صبح ولدها الوحيد في حجرها. هؤلاء رجال والرجال قليل، الرجال قليل. فماذا يقول المؤمن اذا ما القى السلام على اهله وخرج مسافرا؟ يقول: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اي اترككم وديعة عند الله الذي لا تضيع عنده الودائع ابدا. فبأي شيء يردون عليه؟ يقولون له: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فماذا يقول إذا وضع قدمه خارج بيته؟ يقول: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أسلم أو أسلم أو أجهل أو يجهل علي. هذه سنة يجب أن تطبقوها في خروجكم من بيوتكم. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلت هذه الكلمات ردت عليك ملائكة السماوات قائلين: فتك وطاب ممشاك، هديت ووقيت وقفيت. هديت إلى صراط الله، ووقيت الأذى، وقفيت الشر. هذا رد ملائكة السماء على المؤمن اذا قال عند خروجه: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. ولكن خبروني كم واحدا منا يقول هذه الكلمات؟ كم واحدا منا يطبق هذه السنة الكريمة الطاهرة؟ اننا عندما نخرج والشياطين تلحق امامنا، فالخلاف دائما بين الرجال والزوجات. وقبل ان يخرج الرجل من بيته لا بد ان تسن الغارة في البيت بينه وبين زوجته: لا تنس كذا، واتنا بكذا، وهكذا، الى ان يخرج الرجل ناصيا كل شيء حتى قال: لا اله الا الله. ما هذا يا نساء المؤمنين؟ ما هذا والمرأة على عهد الحبيب محمد كان لها مع زوجها ثلاث كلمات:
إذا خرج زوجها صباحا قالت له يا فلان اتق الله فينا ولا تعفو حراما إننا نصبر على الجوح في الدنيا ولا نستطيع أن نصبر على عذاب النار يوم القيامة. وصية الصباح يا فلان اتق الله فينا ولا تأكل حرام، لا تأكل حرام. وصية ما أغلاها وما أعلاها وما أرفع شأنها، لأنه لا يخرب البيوت إلا أكل الحرام، لا يمحق البركة من البيت إلا الكرش الحرام، لا يجعل البيت نارا وعارا وشمارا إلا لقمة الحرام، إلا لقمة الحرام. أقولها بأعلى صوتي لأن بيوتنا غزاها الحرام، غزاها الحرام من رشوة وسرقة وغصب ونهب وتسويق ونصب. هل يستطيع أحدنا أن يقضي مصلحة بغير رشوة؟ والرسول ينادي ويقول لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي هو الذي يدفع والمرتشي هو الذي يأخذ. ولما كانت الرشوة في الجهات العليا تحتاج الى واسطة يوصلها لعن الله الرائش، اي الواسطة التي تأخذ من الراشي وتدفع للمرتشي. لما اصبحت الرشوة على مستوى دولي، على مستوى المرسيدس والبيوم، لما اصبحت الرشوة على مستوى عاجل فانها تحتاج الى سماسرة الاسواق، تحتاج الى تجار الدمار والسرة. فهل يسلم السمسار من اللعنة؟ لا، كأن رسول الله يحيا بيننا، كأنه الآن يشخص داءنا ليقف دواءنا. لعن الله الراشي والمرتشي والحرش الذي يوصل المال الحرام من الدافع الى الاخذ. الثلاثة في لعنات الله. ولقد كان الامر الذي تولى فيه احد الدكاترة رئاسة الوزارة عندنا فاصدر قانونا يقول فيه لا بأس بالرشوة فإنها إكرامية. الرسول يلعن وزيادة الدكتور يقول إنها إكرامية. كذبت يا دكتور وصدقت يا رسول الله، إن الرشوة دخلت جميع المصالح والمسالك. ولقد استاد عجبي منذ يومين وانا ازور مقابر في القاهره، ازور الاموات، وبعد انقضاء الزياره اذا بحارس المقابر يجري وراءنا يطالبنا
بدمع الرسوم، رسوم الزيارة. قلت سبحان الله، حتى زيارة الأموات أصبحت برشوة. قلت لصاحبي وإذا لم ندفع ماذا يفعل هذا الغربي؟ فقال لي بلسان اليقين: إن لم ندفع الإداوة المعلومة فسوف يبيح أبي لطلبة كلية الطب بخمسين قرشا. يا معشر الزادة، أبعد هذا الفساد فساد؟ أبعد هذا الفساد فساد؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من فكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاقية قلوبهم لا تعطوا الحرام. يا فلان اتق الله فينا ولا تعطوا الحرام. إننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نستطيع أن نصبر على عذاب النار يوم القيامة. أما الموقف الثاني عندما يعود زوجها بعد انقضاء يوم، عندما تفتح له بابها تقول له: كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله؟ سؤالان غريبان في مجتمع الناس هذا. خبروني بالله، اي زوجة في هذه الايام تسأل زوجها هذين السؤالين: كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله؟ ان هذين السؤالين اصبحا غريبين. انها اذا سألته فانما تقول له: هل اشتريت الثلاجة؟ ومتى تشتريها؟ ثم بعد ذلك ترسل انذارا حربيا شديدا اللهجة من قاعدة الاطلنطي من عند امها: اذا لم تحضر الثلاجة في ظرف اسبوع فلن اعيش معك في بيت واحد. ويعلم الله ان المصائر هي التي قتلتنا، وهي التي افقرتنا، وهي التي جعلت الناس يمدون ايديهم الى ما حرم الله. فاذا ما حضرت الثلاجة اصبح هناك سؤال اخر: متى تحضر التلفزيون؟ تلفزيون. شاب يقول لصاحبه بالامس: سيزاع الليلة في عشاق الحياة، اتدري كم قبلت في هذا الفيلم؟ وقبل ان يجيب صاحبه اجاب السائل قائلا: في هذا الفيلم الذي سيزاع ليلة الجمعة 99 قبلة. قلت سبحان الله، يا ليتك قرأت قول رسول الله: ان لله تعالى 99 اسما من احصاها دخل الجنة. عشاق الحياة، عشاق الحياة، تزاع ليلة الجمعة، تزاع في الليالي المباركة، في ليالي الحجة، تزاع على المسلمين. والرسول يقول: اكثروا من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة ويومها، فانني اسمع صلاتكم بنفسي. اخ يا رسول الله، عشاق الحياة، عشاق الحياة في الليلة المباركة، في ليلة الجمعة،
إن بقيك أيام الأسبوع ملك يوصل الصلاة إلى رسول الله في قبره. أما في ليلة الجمعة وفي يومها فإن هناك اتصالا لاسلكيا بينك يا مصليا على الرسول وبين رسول الله. عندما تصلي عليه ليلة الجمعة او يوم الجمعة فان الرسول يرفع السماعة على اذنه ويسمع صلاتنا عليه بنفسه. ولكن ماذا نقول لأمة غفلت عن ذكر ربه؟ ماذا أقول لقوم نيام عن هدي نبينا؟ ماذا أقول؟ أمس عشاق الحياة، الليلة مراتي مدير عام، مراتي مدير عام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سبحاءكم وامركم شورى بينكم فظهر الارض اولى بكم من بطنها. واذا كان امراؤكم شراركم وأغنياؤكم فقراءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض أولى بكم من ظهرها. وإذا كان هناك مناصب مدير عام فقد صارت أمورنا إلى نسائنا وهكذا يحارب الإسلام. هكذا نحارب الإسلام. يا أيها الإنسان لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك تنام عينك تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. عين الله لم تنم. ثلاثة مواقف وقفتها الزوجات الصالحات من أزواجهن في الصباح: اتق الله ولا تأكل حرام. في المساء: كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله. عندما يريد أن ينام تتوضأ الزوجة وتدخل عليه غرفته بوجه مضيء من ماء الوضوء لا أحمر ولا أصفر ولا أخضر ولا رموش ولا باروك ولا أجهزة تعويضية. تدخل بماء وضوئها في طهرها بماء وضوئها في طهرها ودقائها وصفائها وإشراق قلبها ونور فؤادها وتقول له: ألك حاجة إلي؟ إن كان له حاجة قضاها، إن لم يكن له به حاجة إليها قالت له: أتأذن لي أن أقوم الليلة فأصلي بين يدي الله رب العالمين؟ هكذا كنا، هكذا كنا، كنا نساء صالحات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات أي صائمات. وإنما قلت سائحات بمعنى صائمات حتى لا يظن أحد أنهن سائحات من السياحة التي لها وزير في بلدنا. أستغفر الله،
بل الصياع، انها وزارة الصياع. اما سياحة الاسلام فهي الصيام لله، هي الصيام لله. معشر الاخوة، من عند رسول الله اعرض بكم الى هنا الى رسول الله. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها سيدنا: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والتياد لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. محشر الاخوة الاعزاء، ماذا يقول المسافر اذا غادر بيته؟ يدعو الله قائلا: اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، اعوذ بك من شر الضبنة في السفر. الضبنة هم رفقة السوء والكآبة في المنقلب. اللهم اطوي لنا الارض وهون علينا السفر. فماذا يقول المسافر اذا اراد ان يركب؟ اذا اراد ان يركب برا، سواء كانت طائرة او سيارة او قاطرة او غير ذلك من آلات الركوب، فعليه عندما يضع قدمه على سلم الطائرة او سلم السيارة، سواء كانت سيارة خاصة ام كانت سيارة عامة، قولوا بسم الله عندما تضعون اقدامكم على سلمها. فاذا ما استويتم جالسين فقولوا: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، اي ما كنا مستطيعين ان نسخره لانفسنا، وانا الى ربنا لمنقلبون. اي تذكر السفر الطويل الى الله عندما تسافر السفر القصير في الدنيا. فكل مسافر سيعود الى الله، وكل مرتحل سيلجأ الى الله. اما اذا اردت ان تركب البحر، فعندما تضع قدمك على سلم الباخرة فقل: بسم الله مجريها ومرساها، ان ربي لغفور رحيم. وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قدته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فاذا ما عدت من سفرك وعدت الى اهلك، فعليك ان تستعمل سنة حبيبنا محمد. كان اذا عاد من سفر يتوجه الى المسجد اولا، يزور بيت الله اولا. ومن هدي الحبيب المصطفى، اذا عاد الانسان بعد غيبة فليس له ان يفاجئ اهله بحضوره، انما من السنة ان يرسل الى اهله من يخبرهم بحضوره. اتدرون لماذا؟ لحكمة عليا. ربما تكون زوجتك غير مستعدة للقائك لان ثوبها قد تأثر من تنظيف بيتك، اغبر وجهها من غبار البيت. ربما تكون نائمة فتدخل عليها بدون استئذان، فتقع كراهية في قلبك. الحبيب يريد ان يقيم العلاقات الكريمة بين الزوجين، فيقول لك: لا تفاجئ اهلك بعد العودة من سفرك، حتى
لا تكون مفاجأة سيئة. أرسل إليهم وأخبرهم بحضورك حتى استحدوا إلى لقائك. وبهذا تعود العلاقات إلى مجاريها الطبيعية. كان من هدي الحبيب محمد إذا عاد من سفره أن يذهب إلى بيت الله أولا ويصلي ركعتين، ثم يتوجه إلى بيت فاطمة ويطمئن عليها، ثم يعود إلى بيته ويقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. إذا ما علوت مكانا مرتفعا فقل الله أكبر. إذا ما نزلت واديا هابطا فقل سبحان الله. سواء كنت مسافرا أم غير مسافر، اجعل ذكر الله في تحركاتك جميعها. سبحان الله عند الهبوط، الله أكبر عند الصعود، وهذه أذكار ترفع درجات صاحبها إلى حله. هذا هو هدي نبينا في أسفاره. إذا ما دخلت بلدا لم تكن دخلته من قبل وأردت أن يحافظ الله عليك من أشرار البلد، فعليك أن تقول هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق. أظنني بهذا قد وضعت اللمسات النهائية على سنن النبي في هديه. فماذا عنه؟ ماذا عن حالنا؟ ما هو داؤنا وما هو دواؤنا؟ أما داؤنا فضعف الدين في نفوسنا. داؤنا هو ضعف الدين بمعناه الواسع، عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا. الدين ضعف في النفوس، فأصبحنا نخاف المخلوق ولا نخشى الخالق. إذا فما دواؤنا؟ إذا كان المجتمع قد استشرى فيه الفساد فما دواؤنا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فماذا نغير؟ أولا تغيير برامج التعليم في بلاد الإسلام. فبرامج التعليم في بلادنا بعيدة كل البعد عن تعاليم الله. ولذا أردتم على هذه القضية دليلا وشاهدا، فاسألوا كليات الجامعات كم حصة من الدين او كم محاضرة اسلامية يتلقونها. اسألوا الكليات بنواعيها عملية ونظرية. اسألوا كليات الهندسة، الطب، العلوم، التجارة، الاداب. اسألوا كليات الجامعة كم محاضرة اسلامية يتلقاها الطلبة. الجواب بكل اسى 0% من الاسلام. 0% من الاسلام.
أما كلية الحقوق فيعطى فيها محاضرتان في الشريعة كل أسبوع، محاضرتان الله تعالى له محاضرتان اثنتان في كلية الحقوق، والقانون الفرنسي والقانون الروماني الله له بنسبة 2% من المحاضرات في كلية القانون، والرومان والفرنساويون لهم 98% في كلية الحقوق، الله 2%، والرومان والفرنساويون وغيرهم من أصحاب القوانين الوضعية لهم 98% من القوانين. أهذا تعليم نربي عليه نشأنا؟ هذا أولا. تغيير برامج التعليم بحيث تطابق سنن الإسلام وهدي الإسلام. ثانيا، تغيير برامج الإعلام، فالإعلام فاسد ومضل يهدم البيوت ويقتل المرارات، يهدم الكمالات، يعلم الدليل والقضاء الحق والغدش. فيلم يحتوي على 99 قبلة، واجلس الرجل مع بناته امام الشاشة والبنت ترى السيف البشرية ينهال على عشيقته بالحرام، وقوس الخمور تصب امام ابنائنا على الشاشة، على الشاشة، والرجل جالس وبناته جالسان، والأولاد والصبيان والصغار والكبار أمام مدرسة الفساد جالسون. هذا يعلم كم دقيقة يسيئها الإعلام في الكتاب والسنة، حتى أن بعض المغفلين في مصر وما أكثر المغفلين أرسل إلى جريدة الأهرام يقول لا تجيع الأذان أثناء مباراة الكرة، ربما جاء جون في نادي من نادي آخر فأضعتم بالأذان نشوتنا وسعادتنا. الأذان بين الأوحاش، الأذان بين الطين والأرحام، ما هذا التمثيل؟ وقد لغي الأذان في بعض المحطات، وعندما يحين وقته تقول لنا السيدة المذيعة بصوتها لا مقبول، هذا الآن وقت أذان العصر. ثم بعد ذلك يخرج علينا توفيق الدين، يخرج علينا ابو الدبل، يخرج علينا وحش الشاشة، يخرج علينا هؤلاء القرشة المعدة، وصوت الله لا يزاع، وقول لا اله الا الله لا يزاع، حتى الدقائق التي يزاع فيها الامان تضم علينا أجهزة إعلامنا بإذاعة الأذان. وهذا ما قاله الله جل جلاله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا يعقلون. تغيير برامج التعليم بحيث تعيش في ظل الاسلام، تغيير برامج الاعلام بحيث تكون بناءة لا هدامة، تغيير مراكز الشباب. مراكز الشباب نادي الكثيرة
وما أدراك ما نادي جزيرة، مأوى العظماء، مأوى أصحاب الحب والعلاقات والغرام والمواعيد الآثمة. إذا ذهبت هناك وجدت حالة وبارا للخمور ولا تجد مسجدا يصلى فيه لله. وهكذا تحولت مراكز الشباب في مصر إلى كراتيه، إلى ألعاب، إلى أفلام، إلى ترفيه، إلى فساد يجب تحويلها إلى خلايا إسلامية. يجب أن يكون فيها مسجد، وبجانب المسجد مكتبة ثقافية، وبجانب المكتبة الثقافية مستوصف طبي لعلاج الفقراء بالمجان، مستوصف طبي لعلاج الفقراء بالمجان. يجب أن يكون بجانب المستوصف فصول لتقوية التلاميذ في المواد، وخصوصا الفقراء منهم الذين لا يجدون ثمن الدروس الخصوصية في بلد يبيع العلم بأرخص الأسماك. يجب هذا، يجب هذا، تحويل مراكز الشباب إلى مراكز الناس. مركز الساحل يقع على 30 شتات. ماذا يقدم للبلد؟ ماذا يقدم للبلد على 30 قتالة؟ اسأل المسؤولين عن الرياضة، اسأل المسؤولين عن الشباب في مصر، ماذا تقدم مركز الشباب للشباب؟ الخمر، الميسر، الكاراتيه، اللقاءات المحرمة. ما الذي جعل البنات يدخلون المراكب ويختلطون بالشباب هناك؟ يختلطن بالشباب. وانا بهذه المناسبة اوجه هذه الوصية الى وزير التعليم في مصر، على رغبة كثير من أولياء أمور التلميذات، أقول له يا وزير التعليم، اتق الله في دينك، واتق الله في بلدك، وامنع الرياضة البدنية للفتيات في المدارس، امنع الرياضة البدنية للتلميذات في المدارس، لأن ذلك لا يليق بكرامة الأنثى ولا بأعضاء الأناث. وأنت تعرف ما أقول، فإن لم تعرف ما أقول فإليك بيانا بما أقول، إليك يا وزير التعليم بيانا بما أقول. البنات إذا دخلنا الألعاب الرياضية هناك عيون ترقب حركاتهم أولا. ثانيا، أتدري كيف ألعبنا الرياضة يا وزير التعليم؟ إحدى البنات تثني فخرها كهيئة الركوع لله، ثم تأتي الجمال فيقفز من فوق ظهرها. أليس هذا خطرا على غشاء البكرة؟ أليس في هذا خطورة على بكرة البنات؟ وماذا تفعل البنت إذا دفت إلى زوجها وقد فقدت هذا الخاتم الذي ما كان ينبغي أن يغطى إلا بحق الله؟ إن هذه الألعاب لا ترضي، لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله. امنع الألعاب الرياضية عن البنات، وامنع التحاق البنات بالمعهد العام الرياضي، امنع التحاق البنات بهذا المعهد. فليس للبنت ان تقفز
وليس لها ان ترتفع وتنسلي، وليس لها ان تمارس هذا النوع من الرياضيات الكريهة. ان غيابة الجمال صلاتها وصيامها لله، صلاتها رياضة وصيامها رياضة. وامنحها وسيلة التعليم هذا الحلم البديع في كلية الفنون الجميلة الذي يسمى الطبيعة الحية. أتدري ما الطبيعة الحية يا وزيرنا؟ يؤتى للشباب بامرأة عارية تماما كيوم ولدتها أمها، وأجلس الشباب حولها ليرسموا جسمها سنتيمترا سنتيمترا، أستغفر الله، مليمترا مليمترا، من أخمص القدمين إلى منابت الشعر، والناظر والمنظور في النار. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. أتدري يا وزير التعليم ما يجري في برامج تعليمنا؟ ألست معك أن برامج التعليم مخالفة لأحكام رب العالمين؟ أولا تغيير برامج التعليم، ثانيا تغيير برامج الإعلام، ثالثا تغيير مراكز الشباب. ولذلك فإنني دائما أفتي اي فتاة تستطيع ان تحضر شهادة مرضية لتعافيها من حضور الرياضة البدنية فلها الحق في ذلك، ولو كان الطبيب غير صادق فيما قال، لاننا مطالبون بإزالة المنكر ايا كان نوع الإزالة. ولقد جاءتني تلميذة باقية، لماذا تبكي؟ انها محتشمة الفسوسية الاسلامية، ولكن اذا نزلت الرياضة البدنية رفعوا بعض ثيابها حتى تكشف عن ساقيها، حتى تكشف عن ساقيها. يا وزير التعليم، لا ترق الفتيات على الالعاب، رق البنات على الفضيع، انها في الشرق علة ذلك الاخفاق. الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيبا وعراق. الام رمق ان تعهده الحياة بالريش او عطر يمائي راقي. تقلها يا وزير التعليم، فإن لم تفعل ما وصيتك به فإنني أشكوك إلى الله. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تغفر ذنوبنا وترحم أمواتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم أمن روعاتنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم لا تخزنا بين خلقك، اللهم اشف كل مريض، اللهم ارحم كل ميت، اللهم وسع على عبادك، اللهم اهد الدين عن المدينين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم اغننا بالفقر اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم.